عادت الحياة جزئيا إلى البلدة القديمة في القدس بعد 42 يوما من الإغلاق. لم تسمح قوات الاحتلال لمن هم من خارج البلدة القديمة بالدخول إليها بحجة الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا. وما إن خففت الحكومة الإسرائيلية إجراءات الإغلاق حتى انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم المقدسي من تسكنه القدس لتشجيع الناس على شراء حاجياتهم من أسواق المدينة لمساندة تجارها ومساعدة أعمالهم على التعافي بشكل سريع. وإحنا من الناس اللي لبينا يعني النداء هذا، أنه بهمنا الاقتصاد وبهمنا الصمود الفلسطيني في منطقة القدس وبلد القديم بالذات. أنت بتقدر تخليه يدفع أجار محل، أنت بتقدر تخليه يجيب بضاعة، يجدد بضاعة، أنت بتقدر تخليه يظل صامد ومستمر في سوق البلد القديم. التجار رحبوا بهذه المبادرة وطالبوا باستمرارها وتوسيع التفاعل معها، لأن أعمالهم ووضعهم الاقتصادي في تراجع مستمر في ظل انتشار وباء كورونا. يقول لنا مختار إن الديون والضرائب تراكمت عليهم، إضافة إلى التزاماتهم الكبيرة التي باتوا لا يستطيعون الوفاء بها. كل سنة بيرجع عن سنة، مش بس في فترة الكورونا والإغلاق يعني. فأجت الكورونا وتسكير، هذا أثر على الكل يعني. بحسب تقديرات التجار فإن أكثر من 1000 محل تجاري ما زالت مغلقة داخل البلدة القديمة، ناهيك عن نحو 400 محل تجاري أغلقت أبوابها منذ نحو عام، وهي المحال التي تعتمد على السياحة الخارجية المتوقفة منذ انتشار الجائحة. منذ بدء جائحة كورونا ازداد الوضع الاقتصادي سوءا بالنسبة لتجار مدينة القدس وتحديدا داخل البلدة القديمة، حتى وصل درجة لا تحتمل بحسب التجار. وتأتي مبادرة تشجيع التسوق من المدينة محاولة لتعزيز صمودهم ومساعدتهم للبقاء في هذا المكان رغم كل الصعاب. أحمد جرات، العربي، القدس.